انه شلون راح تواجهون اتحاد القوى الناشئه اللي له تاثير شباب وعندهم تاثير بالشباب العاطل، بالشباب اللي يحلم يسافر، يحلم يقعد بمكان وشارع نظيف، ما يظل يشتغل دائما في سد وترقيع البيئه مالته بسبب قله الخدمات لمده 20 سنه. استاذي الجليل، اول شيء يعني انت تضرب من حيث تسال، وهذا يحتاج اجاوبك على العشرين سنه، لو اجاوبك على شلون راح يكون هم في البرلمان وراح لا احكي لي على اتحاد القوى اتحاد القوى الناشئه. اول شيء هؤلاء 20 سنه ايش يحكي عليه؟ احنا ما نريد نتذكر. انا اسمح لي انتوا الاعلاميين دائما تاخذون عقول الناس في مكانات اخرى. زين ماشي. اسمح لي، اولا هؤلاء الذين هم من شبابنا شباب العراق، نعم، يريدون ان يغيروا واقع، ولديهم رؤى ورؤيه جديده في ان يكون عراق مستقر، عراق ذو سياده، عراق غير تبعي، ويريدون ان يدخلوا للبرلمان، فأهلا ومرحبا بهم. أي الفيصل الانتخابات، ونحن لا نشكك بوطنيتهم، نعم، ولا نشكك بعراقيتهم، ولا نشكك حتى بنواياهم. نعم. اليوم الأخوة متجهين إلى العملية السياسية، أمر إلى أن نحن ودفعنا ما دفعنا من دماء من أجسامنا ومن أبنائنا ومن أهالينا، كثيرة من الأمور دفعنا، ونريد منهم إذا كانوا أهلا للرضا وثقة الشعب العراقي أن يدخلوا تحت قبة البرلمان، فأهلا وسهلا، ليس لأحد أن يمنعهم من ذلك. وزارة ما أخذوا شيخ ما الحكومة، وزارة ما أخذت القوى الناشئة، وزارة ما أنطت الكتل السياسية التقليدية. جيد، ما ندخل. أنا شو أقول؟ أقول هذه هي الديمقراطية، رأيي الأغلبية هو السائد. عندما تكون لديك قوى متحالفة هي التي لديها الرأي الأول، وهي التي أنت من حقك أن تسمعها رأيك، ومن حقك أن تعترض عليها، لكن ليس من حقك أن تمارس دكتاتورية الأقلية. هذا ما يصير. طيب هو يعرف الأستاذ خالد هذا الأمر. أوكي. هذا رأي الأقلية المصوتة وليس يعني رأي الأغلبية. أسألك سؤال. نعم. أسألك سؤال، عندما أراد البرلمان السابق رفع سعر صرف الدولار أمام، نعم، قيمة الدينار العراقي، نعم، وقفنا نحن دولة القانون والنهج الوطني، نعم، وقفة قوية أمام ذلك، لكن لم نستطع. كان الخيار الأكبر للقوى الأخرى، فمارسوا حكم الأغلبية. شيخ خالد، شيخنا، هذا صراع قوة تقليدية بيناتكم، وأنتم حبايب صار لكم 20 سنة. عفوا، اذا كنا حبايب، نعم، وهذا صراع، هذا صراع سياسي طبيعي جدا، حبايب من اجل العراق. هسه هذا بعد انتم تقدروا، انا ما راح ادخل في خانه التقدير. هو هذا الصراع السياسي. نعم. انت اليوم تريد ان تدخل الحكومه وانت ليس لديك انا اتحدث عن دخول الى قبه البرلمان وليس الحكومه، حتى اكون واضح، احنا ما ندخل في حكومه تقوم على اساس المحافظه. هسه هي ما جايتك يا اخوي، لا تجينا، ما اريد، الله يكفينا شرها، الله يكفينا شرها، الله يكفينا شرها. هو ما حد ينطيها، ما حد ينطيها، ما ننطيها، ما ننطيها شيخ، ما ينطوها او ما ينطيها.